بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق زيدان، وبنكمل في كورس الاي سي دي ال فيرجن 5، وتحديدا في مديول الاكسل والدرس الرابع والاخير بإذن الله. رجعنا لكم تاني ونكمل في كورس الاي سي دي ال فيرجن 5، وتحديدا في مديول الاكسل الدرس الرابع، وان شاء الله النهارده اخر درس في الاكسل. الدرس الجاي باذن الله هيكون حل اسئله وبعض الحاجات على الاكسل قبل ما تخش امتحان الاكسل. النهارده هنتكلم في كذا نقطه. اهم نقطه فيهم هي اللي هنبدا بها الاول، هي نقطه التشارتس، ازاي اعمل التشارتس او شكل التشارتس او تصميم التشارتس، نفس اللي اتكلمنا عليه بالظبط في الوورد. تقريبا اللي هنقوله النهارده كله في درس النهارده دي حاجات مشتركه بين الوورد والاكسل، يعني حاجات تكون اصلا شفتها قبل كده في الوورد هنطبقها تاني في الاكسل، هي هي. لكن كل اللي اتكلمنا عليه في الدروس الثلاثه اللي قبل كده السابقين حاجات مش موجوده في الوورد، لكن اللي النهارده هنتكلم عليه دي حاجات موجوده في الوورد والاكسل مشتركه بين الاثنين، وكمان هتلاقيها في جزء كمان مشترك منها كمان منها مع الباوربوينت ان شاء الله اللي هو الميديول اللي جاي. هنبدا النهارده زي ما قلنا هنبدا نتكلم على التشارتس، هي دي اللي هتبقى بدايتنا النهارده باذن الله. طيب علشان نعمل التشارتس لازم الاول نكتب هنا عندي املى شويه بيانات وداتا. هنقول مثلا درجات طلاب الفصل بتاعي، نقول هنا النيم في ماده العربي Arabic English Maths. دول ثلاث مواد عندي، نكتب اسماء الطلبه بتوعي احمد ساره رنا اسراء اسلام. قلنا كل ماده منهم تقريبا هتكون مثلا من 50، فهنجيب درجات الطلبه ديت. مثلا احمد جاب 40، 35، 50، 50، 34. في الانجليش احمد جايب 25 اي درجات عشوائيه، 40، 45، 30، 35، 45. في الماس 50، 40، 30، 30، 20. دي درجات الطلبة بتاعتي بالشكل ده او بالتنسيق ده. عايزين نبدأ نشتغل على التنسيق ده والتظبيط ده. فاحنا قلنا زي ما المرة اللي فاتت لما مراجعة سريعة على الدرس اللي فات، لما حبينا نعمل نجيب درجات التوتال بتاعت احمد مثلا، حبينا نعمل هنا خانة اسمها توتال مثلا، سمينا دي توتال. قلنا عشان نجيب درجات التوتال كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجمع الخانات دي مع بعض كده جنب بعض، نجمعهم. عندنا طريقتين نجمع بيهم. اولا احنا قلنا عشان تكتب معادله في اي خانه او اي سيل لازم تبدا المعادله بعلامه يساوي او الايكويشن، فتحط علامه الايكوال في الايكويشن، تبداها بايكوال طبعا، علامه يساوي او ايكوال. فبنحط اول حاجه علامه الايكوال يساوي، وبعد كده اكتب معادله عشان السيل عندي تفهم ان ديت معادله. طالما بدأتها بإيكوال أو يساوي يبقى اللي جاي بعدها ده معادلة وحاجة فاريبل متغيرة مش حاجة ثابتة. فأنا عايز أقول له يساوي اجمع لي درجات أحمد اللي هي الدرجة بتاعت الخلية دي زائد الخلية دي زائد الخلية دي، وأعمل إنتر هيقول لي 115. كان عندي طريقة تانية أجمع بيها اللي هي قلنا عليها إيه؟ اللي هي قلنا على ال فين هي فين هي؟ كانت في الهوم. في الهوم الأوتو سام. لو عملت كده اوت سام ودوس سنتر جاب لي برده درجات 115. لو سحبت لتحت جاب لي درجات الطلبه كلها اللي معايا في الدرجه بتاعتهم. طبعا عايز انسق الخط ده، عايز اجيبه في النص وبتاعه فوق وتحت، التنسيق ده هنتكلم عليه بعدين مش دلوقتي. طيب انا جبت درجات الطلاب وعرفت عندي الطلاب بتوعي. طبعا الدرجات المفروض تكون من 150، احمد جايب 115 115 وهكذا. عايزين نخلي حد يجيب درجه عاليه شويه، الثلاثه دول متساويين، نخلي الدرجة دي مثلا 50 ونخلي ده 30 عشان نخليهم مميزين بين عن بعض مش قريبين من بعض. خلاص كده في درجات هي مختلفة، كل واحد درجته مختلفة عن التاني. عايزين نبدأ نعمل بقى تشارت أو شكل توضيحي يبين لي لما ابص عليه كده، يبين لي في الفصل مين جايب اعلى درجه في الماس، مين جايب اعلى درجه في العربي، مين جايب اعلى درجه في كذا وهكذا. بعمل ايه؟ بحدد الخلايا اللي انا عايزها. دي الخلايا اللي انا عايزها اشتغل عليها. انا مش محتاج التوتال في حاجه دلوقتي، انا محتاج بس الخلايا اللي فيها درجات الطلاب واسماء الطلاب.
بحددهم كده واجي على حاجة اسمها insert، وهنا في التشارت بختار شكل التشارت اللي انا عايز اعمله، يعني عايز الشكل التوضيحي يبقى بعمل ازاي. فهقول مثلا خده لي بشكل الكولوم ده، واختار اول شكل، عمل لي العملية الحسابية بتاعتي ورسم لي الشكل التخطيطي بتاع الدرجات بتاع الطلاب مع اسمائهم. هتلاقي تيجي تبص هنا احمد مثلا وساره ورنا واسراء واسلام، وطبعا المواد اديها لي باللغه، اللغه العربيه ادوها لي بالعلامه الزرقاء، الانجليزي دول علامه حمراء، الماس علامه خضراء. لو جيت بصيت على احمد هلاقي احمد اعلى درجه جايبها في الخضراء، يبقى احمد جايب اعلى درجه في الماس. لو بصيت على ساره هلاقي ساره عندها الخضراء والنبيتي زي بعض او الحمراء زي بعض، يبقى العربي الماس والانجليش متساويين. هنا عند رنا الازرق اعلى حاجه، عند اسراء عندها الاخضر والازرق متساويين. طبعا ده بيبين لي كل طالب منهم جايب مين ايه الدرجه الاعلى من الثانيه. طبعا بقدر احرك الشارت ده معايا كده في اي مكان في الدوكيومنت بتاعتي او في الورك بوك بتاعتي، هنا في الاكسل بنسميها ورك بوك، بحركها واجيبها يمين وشمال، وبكرة اكبر السايز بتاعها واصغر السايز بتاعها زي ما انا بعمل كده، باجي عليها لحد اخرها ولحد السهم ما يتحرك او الماوس هيتغير شكله بشكل سهم ليه راسين من ناحيتين كده او مستقيم ليه راسين، واشده كده كبرت التشارت بتاعي. لكن عايز احرك التشارت باجي في النص في اي مكان في التشارت فاضي واروح محرك التشارت شايلها يمين وشمال. لا دي كده انا حركت اللي جوه نفسه. عايز احرك التشارت نفسها الكبيره اهي من فوق كده اهي اتحركت معايا. عايز اصغر السايز بتاعها شويه اجي في اي زاويه لحد ما شكل السهم يتغير واحط التشارت اللي انا عايزه. طب انا عملت كده تشارت بتوضيح الاسماء الطلاب تحت مع الدرجات بتاعتهم اللي هي بالازرق والاخضر والاحمر، دي الدرجات بتاعتهم. عايز اعكسها، عايز اخلي المواد هي اللي مكتوبه تحت وقدامي كده اعرف مين اكتر طالب جاي في العربي، مين اكتر طالب جاي في الانجليزي، مين اكتر وهكذا. بعمل ايه؟ باجي على حاجه اسمها سويتش رو اند كولوم. لو انا واقف في اي حته، اعتبر ان انا واقف في اي حته في الورك بوك بتاعتي، حاجه احدد التشارت واجي احدد هنا اقف على اللاي اوت الديزاين، اقف على الديزاين واختار سويتش رو كولوم، وكده عملت عكست السويتش رو كولوم. بص كده تحت هتلاقي المواد بقت هي اللي تحت عربي وماس وانجليش، وكل طالب واخد لون معين، احمد ازرق، ساره مش عارف كذا وهكذا. ففي ماده العربي هلاقي ان في عندي اتنين متساويين، الاخضر واللون البنفسجي ده، يعني ساره ورنا الاتنين متساويين في العربي. في الانجليش مثلا هلاقي اعلى درجه تقريبا هي برضو الاخضر والازرق او الازرق الفاتح ده، اسلام ورنا. في الماس اعلى درجات عندي احمد و اسراء وهكذا. فانا عملت سويتش للكولوم واقدر اغير بقى شكل شكل الديزاين بقى واغير شكل الشارت، وهنا عندي اشكال تانية اهي واشكال تالتة، يعني كل شكل مختلف عندي بجيبه بالطريقة اللي تعجبني وبقعد العب فيهم. هي فكرة واحدة بنغير كده براحتنا، وطبعا ممكن اغير الطيب بتاعه اصلا كله على بعضه لو عايز اخليه لاين، لو عايز اخليه اي حاجة ممكن اخليه لاين زي كده. زي كده مثلا بيديني شكل تاني. فانت طبعا معاك اشكال كتير انت تقعد تجرب فيهم وتغير فيهم وتختار اللي انت عايزه. ممكن احفظه كتمبلت، اسيف از تمبلت للشارت اللي قدامي ده، احفظه كتمبلت جاهز واسيبه كتمبلت لو حبيت اشتغل بيه قبل كده بعد كده اشتغل بيه عادي جدا. ده كان جزء للشارت، هو طبعا جزء من زي بالظبط من موجود في الاكسل او في الوورد، بس هو اساسا منشأه الاكسل مش الوورد. الوورد هو اللي اخده من الاكسل، هو جزء مشترك بين الاكسل والوورد. هنخش بعد كده على مش عايزين نشلط في حاجه، على التنسيق. نبدا بقى ننسق الورك بوك بتاعتي او الشيت بتاعي نفس التنسيق اللي كنا بنعمله في الوورد بالظبط هنعمله في الاكسل، مفيش فرق كبير، نفس التنسيقات بالظبط. هنبدا نخش على قائمه الهوم ونشتغل على الحاجات اللي موجوده جواها ديت. اول حاجه عندي في التنسيق دايما بنبص عليها هو الخط فونت. عندي هنا الخط مكتوب اهو بطريقه ما او بنوع خط ما، بغير نوع الخط من هنا، بختار الخط اللي انا عايزه وليكن اي خط اريال بلاك وهكذا. بغير حجم الخط برضو، انا احدد دول كده مع بعض واغير حجم الخط من هنا تمام. ممكن اغير برضو حجم الخط من دي، يعني اكبر واصغر من دي، من ايه اللي هنا بتكبر والايه جنبها بتصغر، هي هي لو كبرت كده بص هتديك حجم الخط 16 كده 18، واصغر كده ادتني 14. ممكن برضو اغير زي ما قلنا غيرنا نوع الخط وغيرنا الحجم. ممكن اغير الخط اخليه بولد اللي هو تقيل، اصلا الخط ده اساسا تقيل لوحده. ممكن اخليه مائل، ممكن اخليه اندرلاين. وهنا في الاندرلاين في خاصيه كمان مش موجوده في الوورد، هنا موجوده في الاكسل، ان انا ممكن اخليه دبل
اندرلاين اخلي تحتيه خطين مش خط واحد، يعني الكلمه تبقى تحتها خطين كده مش خط واحد. دي مش موجوده في الوورد. نشيل الحاجه دي تاني. طيب في برضو عندنا هنا في الحاجات اللي في الاكسل ان احنا ممكن نكبر، يعني مثلا كلمه عربي هي مش باينه، عربي داخله كده جوه مندمجه كده، عايز اكبر الخليه شويه باجي هنا فوق زي ما قلنا قبل كده، دي مراجعه سريعه، بقف فوق هنا كده على بين العمودين لحد ما السهم بيبقى شكله بيتغير او الماوس شكله بيتغير، واروح دايس بالماوس كليك شمال واسحب لحد ما اكبر الخليه زي ما انا عايز. طيب لو رجعنا تاني اهي، اجي على الانجليش باجي اقف بين العمودين اهو، واروح دايس بالماوس كليك شمال واسحب وانا دايس لحد ما اكبر بالمقاس اللي انا عايزه. عايزين نرجع خطوه لورا، بنرجع منين؟ قلنا من هنا من اندو. رجعنا خطوه لورا تاني. طيب عايز اخليه يعمل هو اوتوماتيك، يعني يخليه يعمل اوتوماتيك سايز لوحده او اوتوماتيك ريسايز للكولوم لوحده، باجي هنا برضو بين العمودين وادوس دبل كليك بسرعه مرتين بالماوس بسرعه كده، هنا كده مرتين بالماوس بسرعه اهو، بص كده هو عمل سايز لوحده اوتوماتيك للكولوم، عشان عارف ان في كلام كتير مكتوب جواه مقاسه محتاج كولوم بالحجم المعين ده، فلما دوست عليه مرتين بسرعه فجاب لي الحجم الكولوم بالشكل ده. لو جيت هنا مثلا كبرت دي خالص بقى اكتر من كده، شوف بقى كبرت خالص، وجيت هنا دوست مرتين بسرعه بقى كبر لي العمود كمان اكتر، ده طبعا حجمه كده ايه قل شويه، ده زي ما هو العربي لو جيت دوست هنا كده اه بص كده كبره شويه، نيم كبره شويه، وهكذا زي ما قلت ان الدبل كليك بين اي عمودين بتعمل لي الاوتو سايز للعمود نفسه. لو جيت هنا دوست ثاني كده دبل كليك هيعمل لي اوتو سايز اهو، قال لك ده الحجم المناسب للعمود ده. كده اتكلمنا على اللي هو اغلب الحاجات اللي هنا. نيجي بعد كده على ان انا عايز اعمل بوردر، يعني مثلا الكلام ده قدامي هنا كده وعايز اعمل له زي اطار او صندوق بره كده حواليه زي الشكل اللي انتم شايفينه الاسود ده كده، اطار حواليه باجي هنا على الشكل ده كده شايفين، وادوس على السهم ده بيقول لي انت عايز تعمل له بوردر فين؟ تحت من تحت اهو شايفين، هعمل له بس خط من تحت ولا خط من فوق ولا خط من الشمال ولا خط من اليمين ولا مفيش خطوط خالص ولا كلها على بعضها جوه وبره ومتقسمه، ولا بس خط خارجي ولا خط خارجي تقيل سك ولا خط تحت بس دبل اتنين ولا تحت تقيل ولا فوق، يعني هو بقى انت ايه تقعد تختار الحاجات دي كلها. فانا ممكن مختار اللي هو اوتسايد بوردر، بيديني شكل انتوا شايفينه ده اوتسايد بوردر، عمل لي كده ايه زي صندوق خارجي او اطار خارجي بره، بغير فيهم طبعا زي ما انا عايز، يعني بختار اللي انا عايزه منهم. لو اخترت سك عمل لي واحده بس اتقل شويه، وهكذا بقدر اغير منهم زي ما انا عايز. اللي بعدها او الاختيار اللي بعده، طب خلينا في اللي فاتت دي شويه، طب عايز اغير مش عاجبني الشكل ده وعايز اغير حاجه اكتر شويه تعمقا شويه للكلام كله، باجي اروح واخد الكلام كله كده على بعضه محدده اهو واتك كليك يمين، دي بقى حاجه تانية برضه عشان تديك بوردرز يعني، واختار فورمات سيلز. فورمات سيلز فتحت معايا اهي، هدخل على حاجه اسمها بوردر. بوردر بعد كده هنا بيقول لي الشكل بتاعك هو عايز تنسقه ازاي، انا عايز اشيل الحاجات اللي معموله دي كلها كده، ايه شلنا كل حاجه معموله علشان ما يبقاش فيه اي حاجه كده كده شلنا كل حاجه معموله. بيقول لي ده الشكل اللي قدامك اهو، ده اللي انت حددتهم لي، عايز تعمله ازاي؟ عايز تعمل له خطوط خارجيه اوت لاين، فهنا بنحدد الخط الاول، بختار الخط الاول اللي انا عايز اشتغل بيه، هقول له مثلا الخط ده يا عم اخترت الخط اهو خليه لي اوت لاين من بره بره كده اهو اوت لاين. طب جوه التقسيمات اللي جوه اختار خط اخف شويه، اختار الخط ده يا عم وقول لي خليه انسايد كده. طب تعالى نطلع بقى نقول اوكي، بص كده اهو بقت متحدده من بره بخط تقيل ومن جوه متقسمه بخط ايه خفيف، بقى ده تقسيم او تاثير تاني خالص غير اللي فات من شويه. فده حاجه اكتر تعمقا، بندوس على الخلايا اللي احنا عايزينها كليك يمين وفورمات سيلز، وبعد كده اخش على بوردرز وبحدد الخط وبقول الخط ده هيبقى خارجي، وبعد كده احدد الخط التاني او اي نوع خط تاني واقول الخط ده داخلي، لو عايز كلهم خط واحد خارجي وداخلي يعني ممكن اخليهم كلهم خط واحد خارجي وداخلي، بس انا ما بحبش كده يعني، ده مثلا احدد الخط ده كده واخليه كمان انسايد اهو، واطلع كده بص شكله بقى ايه بالشكل ده. طبعا انا عايز الخط التاني يكون خط اخف شويه داخليا، خط يكون اخف شويه، وهكذا بقى التنسيق الخارجي والداخلي معايا. لو انا كاتب هنا كلام
زي كده، والصف مزنوق بالزنقه دي كده، عايز اكبر الصف برضو نفس الفكره اللي قلناها فوق، بدوس عليه دبل كليك بسرعه كده هيكبره لي بالسايز المناسب ليه، وهنا برضو دبل كليك وكلهم مظبوطين يعني. بس لو انا حبيت اكبر طبعا الخط ده برضو ممكن نغيره من هنا، نكبره شويه نخليه بولد. جينا بعد كده على الايقونه اللي بعدها اللي هي بتديني اللون الخلفيه او الباك جراوند كلر، احدد اللي انا عايزه كده واقول له باك جراوند كلر، واختار اللون اللي انا عايزه مثلا وليكن اللون ده، الالوان كلها مقرفه اصلا. يلا اللون ده وخلاص. فده خط لو ده اخترت لون معين اهو، وباجي هنا على الاسماء برضو ممكن اختار لهم باك جراوند تاني اخليها يلا اصفر اصفر. تمام، فاحنا كده ايه بنغير نوع الباك جراوند. ممكن اجي اغير برضو لون الخط نفسه من حرف الاي ده كده، بدوس عليه هنا واختار اللون اللي انا عايزه وليكن اللون الاحمر، وهنا ممكن اللون سيبه زي ما هو اسمه. فده بيغير لي لون الخط. الحاجات دي طبعا خدناها في الوورد، ده حاجات قديمه احنا بس يعتبر بنراجع مراجعه سريعه. برضو من الحاجات اللي عندنا في الاكسل ان احنا ممكن مثلا اكتب كلام كتير في خليه زي كده، شايفين كلام كتير كتبته في خليه واحده لقيته دخل في بقيه الخلايا، مش اهو دخل في الخليه ديت واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، لكن هو موجود فين؟ في الخليه الاولانيه. هو موجود اساسا في الخليه الاولانيه، بدليل ان لما وقفت على الخليه الاولانيه كتبه لي فوق اهو. طب لو جيت وقفت على الخليه اللي بعدها مفيش حاجه مكتوبه فوق، يعني المفروض انها فاضيه، بس الكلام هنا كتير فدخل راح مالي كده ايه فوقهم كده، مالى فوق الخلايا وحجز مكان فوقهم كده بالشكل. طبعا الشكل ده مش عاجبني وعايزه ما يكتبش كده، عايزه يكتب تحت بعضه في خليه واحده بس تحت بعضه. يعني ممكن اكبره الخليه كده، بلاش ناخد هنا، بلاش هنا، تعال نروح في حته فاضيه كده زي كده هنا مثلا، كلام كتير اهو طبعا دخل على الخلايا اللي بعدها. عايزه لا ما يكتبش كده، عايزه ينزل في الخليه نفس الخليه بس يكتب ورا بعضه. لو جيت كبرت له الخليه لحد السنه الجايه اهو، وسعتها له لحد السنه الجايه، مش هيكتب ورا بعضه برضه، هيكمل ويمشي على اللي بعدها. طب ما الخليه بتاعتك واسعه، هي يا عم اكتب كلام كده تحت بعضه مش هيكتب. فعايز اخليه يكتب الكلام ده كله تحت بعضه ما يخش على خليه ثانيه. باجي هنا على حاجه اسمها راب تكست، من هوم راب تكست، بدوس عليها كده نسق لي الكلام وخليه لي مكتوب كله في خليه واحده، مفيش حاجه راحت على الخليه الثانيه. طب الكلام ده نازل لتحت، انا عايز يطلع فوق او يجي في النص براحتي، او يجي يمين شمال انا حر. باجي فين؟ عايزه يمين وشمال من هنا. لا عايزه فوق وتحت من هنا، يمين وشمال هنا، يمين وشمال دي يمين دي شمال دي في النص. طب عايزه فوق وتحت وكده، دي كده تحت بوتوم، دي كده في النص، ودي كده فوق. فلو اخترت الاثنين اللي في النص دول يبقى هجيبه في نص الخليه من الناحيه الافقي وفي النص من الناحيه الراسي، يبقى نص افقي ونص راسي، يعني هجيبه في الوسط الافقي اهو هنا كده، والوسط الراسي ينزل هنا، يبقى كده في نص الخليه بالظبط. بختار الاثنين دول مع بعض يديني الشكل ده. طبعا الايدنتي ديت بستعملها اللي قلنا بنستعملها في الوورد اللي بتديني المسافه قبل الكلام، اسمها اندنت. الاندنت ديكريز اندنت وانكريز اندنت، بتديني مسافه قبل الكلام. هنا مش مستعمله قوي في الاكسل وملهاش لازمه قوي يعني في الاكسل. طبعا هنا برضو دي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي بتديني الكلام بشكل مايل بالشكل ده او بالشكل ده او بشكل كده، يعني بتغير لي وضع الكلام او طريقه كتابه الكلام. لو شلتها خالص كده بترجع الكلام تاني زي ما هو. طبعا دي بتستخدم في الباراجرافات، هنا مش ملهاش لازمه قوي لان احنا ما بنكتبش باراجرافات في الاكسل، الحاجات دي بتاعت الوورد. بتقول لي الباراجراف هيجي من يبدا من الشمال او يبدا من اليمين، او الكونتكست يعني على حسب طريقه الكلام او طريقه الكتابه اللي انا بكتبها. يعني لو بكتب عربي يبدا يمين، لو بكتب انجليزي يبدا شمال. كونتكست ديت يعني بتقول لي لو عربي ابدا يمين، يا انجليزي ابدا شمال. ماشي، فده كان موضوع اللي هو الالاينمنت. نيجي على الحته الاخيره او في الالاينمنت اسمها ميرج سنتر، ميرج اند سنتر. لو هنا مثلا عايز اكتب في الحته ديت مثلا شهر ديسمبر، درجات شهر ديسمبر خلاص، فانا كاتبها هنا هديها خط كبير شويه بولد واكبر الخط، بس مش جايه في النص، انا عايزها تبقى في نص فوق الجدول كده في النص بتاع الجدول. فاعمل ايه؟ فعايز اجيبها في نص الجدول، فطبعا انا كاتبها في خليه واحده، هجيبها في نص الجدول ازاي؟ بروح محدد الخلايا اللي انا عايز ادمجهم كلهم، بعمل حاجه اسمها دمج خلايا. دمج خلايا يعني بخلي الخلايا دي كلها كانهم خليه واحده، بحدد الخلايا اللي انا عايز ادمجهم كلهم كده، بحددهم اهم، انا عايز ادمج الخلايا دي كلها عشان الكلام ده يجي في النص هنا،
اخليهم كلهم يبقوا كانهم خلايا واحده، ادمجهم، يبقى بقى بحدد الخلايا اللي انا عايزهم اهم، دول الخلايا اللي انا عايزهم بيجوا كانهم خلايا واحده، واروح رايح على حاجه اسمها ميرج اند سنتر، موجوده فوق ميرج اند سنتر كده. انا عملت دمج للخلايا، طبعا بعد كده بخليها في السنتر بالشكل ده كده. انا عملت دمج للخلايا وخليتهم كلهم كانها خليه واحده، بقت خليه واحده، بص كده شكلها هي واقف خليه واحده مش خليتين. طبعا الكلام ده برضو هنا لو عايزين نخلي الكلام ده في النص وفوق وتحت او في النص كده، كده الكلام اتظبط في النص بالظبط، شكل الخليه بقت في النص. عايزين نمسح محتويات خليه زي دي، الكلام اللي فيها مكتوب كده، بروح رايح على هوم برضو وكلير، بعمل كلير، في عندي كلير فورمات لو انا عايز اشيل الفورمات، لو كلير كونتنتس للحاجات اللي مكتوب جوه بس اسيب الفورمات. يعني لو جيت هنا مثلا عملت له بوردر خارجي، خلينا نعمل له بوردر خارجي بالشكل ده، في بقى دلوقتي اطار خارجي اهو في الخليه، لو جيت هنا وقفت وقلت له كلير كونتنت شال الكلام بس، لكن الاطار الخارجي موجود. لو طب لو رجعت تاني الكلام موجود اهو خلاص، لو عملت كلير اول شال الكلام وشال الاطار اللي موجود بره، يبقى كلير اول بيشيل كل حاجه، بيشيل الفورمات والكومنت والكونتنت والهايبر لينكس وكل حاجه. الهايبر لينكس لو انا عايز احط لينك معين جوه الكلام هنا مش محتاجينها قوي، يعني مثلا لو عايز اكتب كلمه كلمه طارق مثلا، وكلمه طارق ديت عايز اخليها لما يدوس عليها كده توديها على موقع جوجل، فبقى في حاجه اسمها هايبر لينك، بروح دايس عليها كليك يمين هنا على الخليه، كليك يمين واعمل حاجه اسمها هايبر لينك، وممكن اكتب له هنا مثلا ايه www.google.com، بعملها كده. لو جيت وقفت على طارق بص اداني بشكل ماوس اهو، شايفين بشكل بشكل ايد كده، اول ما ادوس عليها كده كليك هيوديني على موقع جوجل على طول. دي حاجه اسمها هايبر لينك، يعني الكلمه مكتوبه بس ايه في تحتها لينك كده بيوديك على مكان تاني، لما تدوس عليها توديك على موقع جوجل، توديك على حاجه تانيه، ممكن اخليها توديني على فولدر عندي في الجهاز. يعني لو عملت كده ايديت هايبر لينك ممكن اخليها توديني على فولدر معين عندي في الجهاز، زي فولدر الباتل فيلد، لعبه الباتل فيلد عندي. ولو جيت وقفت كده خلاص هو بقى ايه مربوط بلعبه باتل فيلد، لو جيت دوست كده هيدخلني على طول على باتل فيلد، هو اداني على المكان اللي فيه باتل فيلد، لعبه باتل فيلد عندي. فدي حاجه اسمها هايبر لينك، بربط سلم معينه بكلام معين او بلينك معين، سواء كان دوكيومنت موجود عندي او موقع على الانترنت. لو جيت هنا على الخليه وعملت كلير هايبر لينك بشيل الهايبر لينك، وجيت وقفت هنا كده على الخليه اهو عادي جدا، مفيش ايد، الايد اللي كانت بتيجي من شويه ما جاتش ومفيش لينك، وبدوس عليها اهو مش بتوديني لاي لينك تاني، لان انا شلت الهايبر لينك اللي انا كنت رابطه. طبعا قلنا الكلير اول بتشيل كل حاجه، الكلام والفورمات والهايبر لينك والكومنت والكونتنت وكل حاجه. اتكلمنا على الحاجات دي برضو المره اللي فاتت، النمبر قلنا لو كاتب، لو كاتبين هنا مثلا 2000، تعال نرجع الخليه دي زي ما كانت بقى عشان شكلها مستفز، لو كاتب هنا 2000 او خليها 20000 مثلا، دي فلوس بحسبها ولا حاجة، 20000 في شكل الخلية بالشكل ده، فأنا عايزه يعملها لي بكوما، الكوما اللي بتيجي بعد إيه عشان يفصل بين الألفات واللي بعدها عشان أعرف أقرأ رقم سهل، راح عامل كده إداني كوما، قال لي 20000 أهي، 20 و1000 وفي قروش، عايز أشيل القروش ديت، بعمل اللي هي علامة الديكريز ديسيمال، مرة بيشيل واحد التانية بيشيل اتنين كده، أنا شلت الإيه القروش بقت 20000 مباشرة. عايز أرجع القروش تاني، لو بتعامل بالقروش أروح عامل واحدة يجيب لي كمان، وكمان واحدة يجيب لي القروش، بشيلهم كده لو أنا عايزهم. طبعا عايز أقول له إن ال 20000 ديت مثلا بالدولار أو بالجنيه أو بأي عملة تانية، بروح جاي هنا على العملة اللي أنا عايزها وأختارها، مثلا أخليها باليورو، راح مختارها كده يقول لي ده 20000 يورو، طبعا هشيل الديسيمال ده كده، يبقى كده بقت ديت 20000 يورو. طيب عايز أخليها مثلا في خلية زي دي، مثلا عايز أقول له إن ديت 25% بس عايز أخليها علامة في المية تظهر لي، بحدد الخليه زي كده واروح دايس على علامه في الميه، بقت معروفه ان دي 25%. يعني لو جينا هنا مثلا قلنا على سبيل المثال بتساوي، عايزين نشوف احمد جاب في الماس كام من توتال بتاعه، يعني الماس بتاعته بتمثل قد ايه، درجه الماس بس بتمثل قد ايه من توتال درجاته كلها، هنقول المفروض انها الخليه ديت على التوتال عشان نشوف هو جاب في الماس كام من الدرجه كلها، وندوس انتر، بيقول لي احمد كده جايب الدرجه ديت او النسبه ديت في الميه من التوتال بتاعه الماس بس جايبه كده. فلو جيت هنا رحت دايس علامه في الميه كده هيقول لي كده يا احمد جايب تقريبا في الماس 42% من درجاته كلها او من توتال درجاته، دي علامه في الميه. طيب هنا مثلا لو كتبت اي حاجه وعايز اقوله لا دي اعتبرها لي تاريخ او ساعه او اي حاجه، باجي هنا واختار ان هي مثلا اعتبرها لي تاريخ زي كده، فقال لي تاريخ 12/1/1900، انا طبعا بغير التاريخ واكتب التاريخ اللي انا عايزه هنا، فاعتبرها لي تاريخ. ممكن اقول له اعتبرها لي، اعتبرها ساعه
او وقت اعتبرها الساعة 12. لو كتبت له هنا الساعة 15، طبعا في توقيت اللي هو 15 بي ام يعني، وجيت عملت كده وقلت له خليها تايم، هو ماشي ب 12 الديفولت بتاعه يعني، ماشي مش مشكلة. انا بحط بقى واغير التاريخ بتاعي واغير ايه من هنا واعمل اديت عليها يعني، فهو بيعتبر لي الخيرة مكتوب فيها وقت وبيكتب لي جنبها اي ام اوتوماتيك، بيكتب لي اي ام جنبها والكلام ده كله. هنا طبعا باجي على الاي ام واشيلها واكتب بي ام لو انا عايز اكتبها بالبي ام. ده كان طبعا تغيير، وطبعا في حاجات كتيرة جدا انت ممكن تشوفها وتخش عليها وتكمل عليها. ده كان شكل القائمة اللي قدامي ديت. فطبعا الحاجات دي كنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي طبعا الكونديشنال فورماتنج، ولو عايز اطبق اظبط جدول معين. طبعا شكل الجدول ده سهل يعني مفيش حاجه، لو عايز اخلي دول تنسيق شكل جدول معين اهو فورمات تيبل، بختار الشكل اللي انا عايزه اهو عمل لي جدول. لا مش عايزين دي، عايزين كنترول زد فورمات تيبل اهو بشكل الجدول ده، وخلاص كده عمل لي شكل جدول جاهز وثابت. وانا بحط بقى فيه الحاجات اللي انا عايزها، بحط هنا الكولوم بتاعي والعناوين والحاجات اللي انا عايزها. في اشكال جدول تانية، في اشكال جدول تانية كتيرة زي كده، مثلا في شكل الجدول ده اقول له اوكي، شكل جدول تاني اهو مختلف عن الاولاني، في خطوط بين العواميد. ده شكل جدول وده شكل جدول، وعندك اشكال جدول سهلة جدا ممكن تستعملها بمنتهى السهولة. كنت عايز اتكلم عن حاجة تانية برضو اللي هي في الالاين. في الالاين تعال نشوف، بس انا كنت عايز افتكرها كانت فين. كانت في الفورمات سيل، هي تلاقيها هنا في الالاينمنت. في الالاينمنت عموما دي الالاينمنت هنا هي نفسها اللي كنا شغالين بيها فوق، اللي هي نفس الكلام ده برضه، هو نفس الكلام ده بس ده اكتر احترافيه شويه. ان انا ممكن ادخل عليه كده في فورمات سيل واقول له الكلام الهوريزونتال بخليه يجي يمين او شمال يعني رايت كده، الكلام راح يمين اهو. لو دخلت هنا فورمات سيل تاني وعملته ليفت ليفت كده، لو عملت كده برضه فورمات سيل تاني وخليته هنا مثلا كروس سنتر كروس سيكشن كده يعني اخليه في النص يعني كده، الكلام بقى في النص. طبعا بخليه طبعا هنا في الفورمات سيل برضه، في هنا اللي هو فوق وتحت سنتر وفي بوتوم وفوق يعني، ممكن اخليه تحت وفوق وفي النص وفي البوتوم وجاستيفاي يعني خليه على حسب براحتك، وديستريبيوتد يعني عشوائي. طبعا بنخليه في النص، وفي طبعا هنا الراب تكست اللي هي موجوده فوق اهي راب تكست، وشرينك تو فيت يعني خلي الكلام مناسب للخلايا بتاعته، وميرج سيلز ان ادمج الخلايا، والتكست دايركشن كونتكست. كل الكلام اللي فوق ده موجود هنا بس باختصار يعني، هنا باختصار. وطبعا هنا شكل الكلام اهو، لو انا عايز او وضع الكتابه لو انا عايز اغيرها، لو عملت هنا جنرال وخليت الكتابه مثلا عامله زاويه زي كده بالشكل ده، شوف انا بديله زاويه اهو، هتلاقي الكلام طلع معايا بزاويه مايله كده، بس طبعا مش هيبان كده، لازم اكبر دي كده شويه كده. يا نهار ابيض طريحة بعيد خالص. طيب ماشي، ده كده عملت زاويه تقريبا مش عارف كام، بس تعالى نشوفها تاني. فورمات سيل عامل زاويه 14. طب لو خليت لحد زاويه 45 كده وجيت اوكي، الكلام بقى طالع بشكل زاوية 45 بالشكل ده. طب ما هو ده هو ده هو ده بالظبط، هو ده اللي هو الشكل ده اللي هو ده كده. بس عشان انا مدي لون فاللون دخل في الحتة التانية، ما علينا. برضو ممكن تغير فيه بقى، انت بتديله زاوية بقى براحتك يعني. هنا ملتزم انك بزاوية معينة يعني، هنا كده شايف الزاوية دي 45، ودي زاوية تاني سالب 45، دي زاوية سالب 90، ودي زاويه 90، وهكذا يعني، دي زوايا معاك انت يعني. لكن لو عشان تغير زوايا معينه بتخش هنا اكتر احترافيه في الفورمات سيلز وتدي له زاويه معينه انت عايزها يعني. ممكن لو اديته كده كده اديته زاويه 90 في الكلام هيطلع الكلام فوق، شايفين؟ طبعا برجع الكلام ده كله تاني، شيل الكلام ده كله بخليه بالشكل الطبيعي. طبعا عندنا برضو هنا في الاكسل هيلب زي ما موجود بالظبط في الوورد، اهي علامه الهيلب هنا، اهي علامه التعجب اللي فوق او علامه الاستفهام اللي فوق ديت، بدوس عليها كده يفتح لي الهلب. يلا او بيدوس على اف واحد يعني الاثنين، بس في الامتحان لازم تدوس على الايقونه دي، ما تدوسش على اف واحد. لكن في شغلك الطبيعي دوس على اف واحد، دوس على اختصارات، تستعمل الاختصارات في شغل طبيعي عادي جدا، بس في الامتحان هو عايزك تشتغل من غير اختصارات. طبعا الهلب لا بكتب هنا اي حاجه انا عايزها في الهلب، مثلا لو هعمل هلب على البرنت وادوس سيرش هيجيب لي في البرنت ويتكلم عنها، وتقدر تفتح عنها وتشوف انت عايز تعمل ايه.
بمناسبة البرنت هنيجي للبرنت دلوقتي، فيها شغل حلو هنا، غير فيها حتة كده زيادة عن الوورد. طبعا لو عايز في قائمة فايل طبعا فيها سيف وزيف از والكلام ده كله. سيف از ممكن افتحها كده واحفظ از اي حاجة بقى. قلنا الاكسل برضو زي الوورد، في نوع منه قديم 2003 في الاكسل، وفي نوع منه من 2007 و2010 و2013 و2016، وانت طالع من اول 2007 يعني، ده نوع تاني. النوع ال 2007 و2010 و2013 و2016 بينتهي بحاجه اسمها اكس ال اس اكس، ده امتداد بتاعه اكس ال اس اكس، ده بيشتغل في 2007 و10 و13 و16، لكن النوع القديم اللي هو 2003 بينتهي باكس ال اس. طيب لو انا حفظته اكس ال اس اكس بالشكل ده اللي هو النوع الحديث ده، ورحت على جهاز كمبيوتر تاني او اديته لواحد صاحبي تاني عنده اوفيس 2003 وجه يفتحه في عنده، مش هيفتح. ليه؟ لان انا محافظه على صيغه حديثه، صيغه 2000 دي 2010 اللي هي الاكس ال اس اكس، وهو عنده 2003، ف2003 ما يعرفش ان في حاجه اسمها 2010 فمش هيفتح. لكن لو انا صاحبي اللي هو عنده 2003 شغال على اوفيس 2003 وعنده ملف اكسل معين وجه خلص وبعته لي، وهو محفوظ طبعا بصيغه 2003 وانا عندي 2010 وبعته لي، هشغله عندي، هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ هيشتغل، لان انا عندي 2010 الحديث دايما بيشغل القديم، مفيش مشكله يعني. اي حاجه حديثه بتشوف القديم وتقراه، لان هو بيبقى عارفين ان في حاجه قديمه حصلت قبل منه. لكن القديم ما بيعرفش يشوف الجديد، القديم ما يقدرش يشوف الجديد او ما يعرفش يتعامل مع الجديد، لكن الجديد يعرف يتعامل مع الجديد والقديم. دايما اي حاجه حديثه تتعامل مع اللي قبلها، لكن الحاجه القديمه ما بتعرفش تتعامل مع اللي بعدها. فطبعا هنا احنا بنغير صيغه الحفظ. لو انت مثلا بعته لحد سيف از، لو بعته لحد لصاحبك قال لك مش شغال عندي يا عم وبتاع، يبقى هو عنده 2003 او نسخه قديمه، بتغيرها من هنا تخليها له اكسل 97 او 2003 وتختار له دي. لكن اكسل اللي فوق ال 2003 يعني 2007 و2010 واي حاجه ثانيه تشتغل بالصيغه دي عادي جدا، مفيش مشكله خالص. طبعا دي بقى صيغات ثانيه واشكال ثانيه انت بتغيرها وبتختار الشكل اللي انت عايز او الامتداد اللي انت عايز تحفظه بيه والنوع اللي انت عايز تحفظه بيه. ده حتة السيف از. طبعا كان في سيف از تمبلت كنا اتكلمنا عليها قبل كده، هنا برضو موجودة في الاكسل، هنا برضو موجودة في الاكسل، بس فين هي بقى؟ نقعد نبص عليها بقى. هنا اهي اكسل تمبلت، شايفين دي هي دي. ان انا احفظه كتمبلت، قلنا تمبلت جاهز او قالب جاهز. نرجع تاني نتكلم على التمبلت. لو جينا هنا قلنا فايل ونيو، لو عايز افتح شكل جديد اكسل جديد، فعندي في حاجه اسمها تمبلتس، حاجات جاهزه كده زي ما قلنا. في واحده كالندرز نتيجه مثلا، في واحده اجنده بتبقى جاهزه، في واحده مش عارف فورمز، في واحده انفويس اللي هي الفواتير، في عندك الحاجات دي كلها، الاشكال دي كلها. لو جينا خدنا الانفويس بيسيرش شويه على موقع الاوفيس عشان يجيب لك الانفويسز اللي موجوده، خدنا شكل فاتوره بالشكل ده وفتحناها، بيديني شكل فاتوره زي ما انتم شايفين اهو، شكل فاتوره بتكتب هنا اسمك او اسم شركتك ومش عارف ايه والكلام بتاعك، دي شكل فاتوره جاهز. وفي الاخر هنا بيحسب لك التوتال لو انت كتبت كميات معينه وحاجات معينه، شايفين كده بتكتب توتال تحت اهو. ده شكل فاتوره، فده تمبلت جاهز. فاحنا قلنا نحفظ اي حاجه كتمبلت بنحفظها بالشكل ده، فايل وسيف از وتمبلت اكسل تمبلت. فين هي؟ اهي هي دي تمبلت، واحفظ سيف از تمبلت. في قائمة فايل برضو عندنا قلنا طبعا اوبن وكلوز لو انا عايز اقفل خالص، وقلنا طبعا لو عايز اعمل نيو خالص دوكيمنت جديدة نيو، بعمل نيو واعمل كريت واحدة جديدة. لو عايز اعمل البرنت سيبها لي شوية، البرنت ديت مش عايزها دلوقتي. في حاجة اسمها عندي سيف وسند، طبعا دي مش مهمة، انا عايز ادخل على الاوبشنز اللي يهمني. في عندنا هنا قلنا هتغير اليوزر نيم بتاعك من هنا في اول قائمة خالص في الجنرال، في الاوبشنز تخش على الجنرال اوبشنز وممكن تغير اليوزر نيم، لان ده سؤال بيجيلك في الامتحان، غير اليوزر نيم فبتغيره من هنا، او الديفولت لوكيشن بتغيره من هنا، تخش على سيف وتختار ديفولت فايل لوكيشن وتغير الفايل لوكيشن بتاعك اللي انت بتحفظ فيه. كان في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ طيب ندخل بقى على البرنت. لو جينا على فايل وعملنا برنت بيجيب لك هنا البرنت بريفيو، ده شكل الورقه بتاعتك انت هتطبعها، شايفين الشكل ده؟ ده برنت بريفيو. طيب البرنت بريفيو هنا دايما في طباعه الورق بيبقى في حاجه اسمها مارجنز. مارجنز ديت يعني ايه؟ بيديك مساحه فوق ومساحه في الجنب، هوامش يعني، ومساحه في الشمال ومساحه تحت، دي ما ينفعش تطبع فيهم يعني. شوف الورقه بتاعتي مع ان انا كاتب الكلام في البدايه، بس لا هو ساب لي، شوف انا سايب قد ايه؟ مسافه صغيره اهي. لا بص في الطباعه، في الطباعه لما تيجي تطبع هتلاقي سايب لك مسافه اكبر. ليه؟ لان انا حاجه في حاجه اسمها المارجنز بتاعتي
قدامي هنا او في الصفحه او المعموله مش ايه موجوده كبيره، فاغرى مساحه يمين ومساحه شمال وفوق وتحت. طب عايز اظهر المارجنز ديت واتحكم فيها، بدوس على العلامه اللي تحت دي كده، دي المارجنز بتاعتي والحدود بتاعتي. شايفين الحدود اللي هي الخطوط ديت؟ دي خطوط ما اقدرش اتعداها. طب فين المارجن؟ المارجن الحته اللي فوق دي، هي دي. امال دي المساحه دي ايه؟ المساحه دي بتاعت الهيدر والفوتر اللي اتكلمنا عليها في الوورد قبل كده. احنا قلنا بنعمل حاجه اسمها هيدر وفوتر في الدوكيومنت بتاعتي في الوورد، هنا برضو في الاكسل ينفع تعمل هيدر وفوتر. لو جينا عملنا كده خرجنا ودوسنا انسيرت هيدر وفوتر اهي، شايفين كده هيعمل لي هيدر هنا، قول لي حط الهيدر بتاعك، اكتب اي هيدر بقى. انا ممكن احط الهيدر ده الكرنت تايم نمبر بيج نمبر مثلا ومسافه كرنت تايم، بقول له خلاص اوكي ماشي يا سيدي. طب عايز اضيف فوتر، هنا هضيف فوتر انسيرت لا ديزاين، هخليها شيت نيم و كرنت ديت بس خلاص وهكذا. ترجع بقى تاني فين؟ ترجع للدوكيومنت بتاعتك فين من تاني؟ هو انا جيت هنا لقيت نفسي اصلا واقف في الخليه اللي هي اصلا اي مش عارف كام، هو واقف بعيد، فانا برجع كده. ده شكل البتاع بتاعي، الشيت بتاعي اهو ده انا كنت شغال فيه بالشكل ده تمام. فده طبعا بعد ما ضفت هيدر وفوتر، هنا اضاف لي هيدر وفوتر، رجع تاني بعمل انسيرت انسيرت هيدر وفوتر ودوس خلاص. هنا اضاف لي الهيدر بتاعي وفي فوتر تحت اتضاف اهو، الشيت رقم كذا والتاريخ بتاعه رقم كذا. باجي هنا في بقى في البرنت بريفيو فلاقي قدامي هنا في هيدر وفوتر. طبعا عايز اتحكم في المارجنز اللي عندي، بتحكم في المارجنز اللي عندي من هنا، بظهر علامه المارجنز ديت شايفينها، بدوس علامه المارجنز ديت هنا واتحكم في المارجنز ديت، المساحه ديت واكبرها شويه اصغرها شويه، اجيب دي شويه كده اجيب دي شويه كده تحت دي كده. الحاجات اتكلمنا عليها في الوورد هنا برضو موجوده في الاكسل. فدي طبعا كان موضوع الهيدر والفوتر. طبعا البرنت عادي جدا خالص، بتطبع لو عندك طبعه طبعا موصلها بتطبع على طول برنت ويطبع معاك اللي انت عايز تعمله. كنا برضو قلنا على في البيج لي اوت هنا في الوورد هناك، وهنا في الاكسل برضو نفس الكلام. الاورينتيشن لو عايز اخلي الورقه بالطول بالعرض في اي حاجه، هنا بالطول الورقه تطبع بالطول، عايز اخلي الورقه بالعرض كده الورقه بقت بالعرض. طبعا هنا المارجنز برضو بغير المارجن بتاعتي، لو هنا دي المارجنز العاديه اللي انا عاملها ودي المارجنز النورمال. بص كده خلي بالك اهي المساحه اتغيرت، المساحه دي اتغيرت اللي على الشمال دي، تعال بص تاني كده اهي المساحه دي اتغيرت اهي. لو جيت كده عملت هنا وايد بقت المارجنز اكبر شويه، بدي طبعا دي المارجن اللي انا عايزها نارو، انا بغير المارجنز بالشكل ده. طبعا عايز اعملها كاستم، بخش هنا كاستم واعمل اللي انا عايزه بقى، اسيب فوق قد ايه والهيدر اسيبه قد ايه والشمال اسيبه قد ايه والرايت اسيبه قد ايه والبوتوم اسيب قد ايه والفوتر نفسه في البوتوم قد ايه، وادوس اوكي. طبعا برضو في الاكسل ممكن اطبع حته معينه، يعني شوف لو حبيت اطبع ممكن اطبع الشيت ده كله، يعني بطبع الشيت، لا انا مش عايز اطبع الشيت كله، انا عايز اطبع بس الحته دي في الشيت، الحته دي بس تطبع في الشيت. بروح محددها كده واجي هنا على اسمها على برنت اريا واقول له سيت برنت اريا، هلاقي بص عاملها لي كده ايه شكل مستطيل منقط. لو دخلت هنا على البرنت بريفيو بص فين الشيت، بقيت الشيت فين؟ مش موجود، مش موجود معايا غير الكلام اللي انا حددته ده بس، هي دي اسمها البرنت اريا، ان هو بيجيب لي الكلام اللي انا حددته بس، ده اللي هتطبع بس او ده اللي هيظهر في الطباعه بس، الباقي ده كله مش هيظهر في الطباعه يعني، بس الكلام ده مكتوب بس انت مش محدد له ده من الطباعه. طب الخط ده اغيره ازاي او اشيله ازاي او اكبره ازاي؟ باجي احدد الخليه دي تاني كده واقول على برنت اريا واشيل كلير برنت اريا، عايز اخليه يطبع المربع ده بس كده، بقول له برنت اريا وست برنت اريا، واجي هنا على فايل وبرنت، بص مش جايب لي بس غير دي. طب فين الكلام اللي جنبه هنا؟ مش هيطلع، هو مش هيطلع معايا.
فده موضوع البرين تير. طبعا البي جي بريكس اللي اتكلمنا عليها قبل كده في الوورد هي نفسها بالظبط، ممكن ترجع تاني الوورد وتتكلم عنها او تشوفها، لان هي نفس الفكره. لما قلنا هنفصل الصفحات عن بعضها عشان مفيش صفحه تاثر على الثانيه، باجي احطها في اخر الصفحه عشان لما اكتب حاجه ما تزيدش في الصفحه اللي بعدها، دي اسمها البريكس. والباك جراوند لو انا عايز احط باك جراوند صوره معينه للخلفيه هنا عندي بحط باك جراوند. طبعا الكلام ده كله كلام نفس الوورد بالظبط. لو عايز اطلع حاجه قدام اطلع حاجه ورا، وشيت تو رايت تو ليفت اتكلمنا عليها في الاول، والسكيل اللي هو بتاع الخليه نفسها اخليها كام، بتاع اللي هو السكيل بتاع في الطباعه نفسها الكلام ده كله. فطبعا ده ايه، ده طباعه، ده سكيل بتاع الطباعه نفسه اللي انا عايز اطبع، سكيل الويدث والهايت والحاجات ده، الكلام ده كله ما يهمنيش قوي. برضو في حاجه كنت عايز اتكلم عليها، حاجه اخيره في الموضوع، في موضوع هنا مثلا شيء زي ده كتبت فيه كلام زي كده. الكلام ده انا كتبته في وسط الشتات عندي، او تعالى لا نرجع شيت تاني احسن. هنا مثلا درجات ساره او ساره نفسها عايز اخفيها من الشيت ده، اخفيها مش امسحها عشان لما اجي اطبع ما تطلعش ساره في الطباعه. بروح جاي كده محدد الصف ده كله على بعضه واعمل له كليك يمين واقول له مش ديليت، ديليت انا همسحه، اقول له هايد. كده ساره موجوده بس مش ظاهره معايا في الشيت. وهتلاقي تبص 1 2 3 4 5 6 مش موجود، 7 موجود. طيب عايز اظهر ساره تاني، بروح محدد كده الخليه دي كده، لا ارجع تاني كده مش عايز دي، بحدد كده الخليه دي كده يعني، بس تكون الخلايا المخفيه في النص بينهم. ممكن احدد خليتين بس الخلايا في النص بينهم هنا موجود، واعمل هنا ان هايد، ان هايد رجع تاني ماشي. يبقى اهم حاجه الخلايا اللي تكون مختفيه تكون في النص بين اللي انا حددته، وراح عامل ان هايد هترجع لي تاني الخلايا اللي انا اخفيتها. نتكلم بقى على الزوم، الزوم طبعا اللي كان موجود برضه في الوورد هنا مش زوم، بغير الزوم بقلله وبكبر الزوم بتاعي اللي انا شغال بيه على الخليه بتاعتي او على الشيت بتاعي اللي انا شغال بيه. طبعا قلنا لو عايز انسخ محتويات خليه بتك عليها كليك يمين واعمل لها كوبي، بروح تاني في اي مكان واعمل لها بيست. طبعا عندك كذا نوع من البيست هنا زي ما انت شايف كده، في البيست بالفورمات مش عارف كذا، بيست فورماتنج باخد بس الفورمات بتاع الخليه من بره، وفي هنا كوبي وبيست، ممكن اعمل لها بيست فاليوز فورمولاز باللينك، لا بيست على بعضها كده، انا خدتها بيست كلها على بعضها. في طبعا لو انا عايز اخد التنسيق ده زي ما هو كده بالظبط واروح مطبقه على اي خليه تانيه، واروح محدد التنسيق ده كده او الخليه دي كده، واعمل هنا حاجه اسمها الفورمات بينتر، فاكرين اللي كنا خدناها في الوورد، وحددها كده ودوس عليها، واروح جاي على الخليه دي كده ودايس مره واحده نفس التنسيق اللي هنا عملته هنا، نفس الخط ونفس لون الخلفيه وكل حاجه، حتى البوردر اللي بره عملته لي برضه، او الاطار الخارجي اللي بره عملته لي برضه يعني. نفس التنسيق. طب لو عايز اخد التنسيق ده احطه هو اللي هنا، بحدد الخليه اللي انا عايز اخد تنسيقها وادوس في فورمات بينتر، واروح جاي هنا دايس رجعته لي. طب عايز التنسيق لو خدته، لو تلاحظوا ان انا باخده مره واحده وبعد ما ادوس في فورمات بينتر وبعد ما اختار الخليه بيروح مني، العلامه بتروح. لو عايز يفضل شغال معايا كتير امشي بالخليه براحتي، بروح محدده كده وادوس على فورمات بينتر مرتين ورا بعض بسرعه بالماوس مرتين دبل كليك، اروح جاي هنا مثلا مغير، هنا مغير، بص العلامه لسه موجوده معايا ما مشيتش اهي، هنا مغير، هنا مغير حاجه، هنا اروح مغير. طبعا لو كبرتها شويه كده هتظهر اللي انا كتبته اهو، شايفين؟ فده علامة الفورمات بنتر، ان انا اجي ادوس كده في اي حتة عليها تديني التنسيق. كده اكون خلصت، يا رب ما اكونش نسيت حاجة. بقى لو نسيت حاجة هنزلها لكم في درس تاني قبل حل الاسئلة، لو افتكرت حاجة انا نسيتها يعني هنزلها لكم في درس لوحدها قبل ما نخش على حل الاسئلة. ان شاء الله الحصة الجاية لو ما كنتش انا نسيت حاجة يبقى الدرس الجاي ان شاء الله هنحل امتحانات واسئلة على مديول الاكسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو عجبك الفيديو ده واستفدت من درس النهاردة دوس لايك علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، ولو نزلت تحت شوية هتلاقي أيقونة سبسكرايب أو اشتراك، دوس عليها علشان تساعدنا إننا نقدم مستوى أفضل إن شاء الله في الدروس اللي جاية. كمان تحت الفيديو ده هتلاقي روابط الصفحات بتاعتي، لو عندك أي استفسار أو اقتراح ممكن تبعت لي رسالة إن شاء الله وأنا أقدر أساعدك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.